السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك عليكم الشهر الفضيل، ونتمنى تكون أحوالكم طيبة. اليوم غنوجد معكم برياني هندي. بالنسبة للبرياني، طريقته تختلف من منطقة لمنطقة في الهند، وهو مشهور في حيدر آباد بالبرياني الأصلي، تيديروه معروف في الشرق الأوسط. ونتمنى هذا الفيديو يعجبكم وتبارتاجيو به الأصدقاء ديالكم. نبدأو على بركة الله. أول حاجة سنحتاجو الزيت، ونضيفو الدجاج والبصل. أنا درت ثلاثة البصلات مشلضين سلايس. غنضيف ليهم الدجاج، وغدا نضيف ليهم الطماطم والملحة، ونزيد وراق الكاري باش تعطي هذيك النسبة الهندية. نخليهم يتشحروا، نسد عليهم نخليهم يتشحروا ونرجع مرة تانية. ضفت الثوم، ربعة الفصوص، ضروري ديري ربعة او خمسة باش تعطي تحيد الزفار ديال الدجاج. غادي نضيف الملحة، وما تخافوش من الملحة لاني تندير الروب من بعد. الروب غنديرو باش حيت الروب الا درتيه راه تتحيد النسبة ديال الملوحة، فخاصك ديري تزيدي شويه الملحه باش ما تيفيتي هذيك الحموضه ديال الروب. غنضيف البهارات، بهار كاري معلقه ونص، ونزيد الكركم، وندير الزنجبيل، الكزبرة اليابسة، وفلفل أسود، وقليل من الحلبة حب، ضروري الحلبة حب تتعطي هذيك النسمة الهندية. غنضيف الملحة، وغنضيف الروب، ونقلب مزيان، ونخليهم يتقلاو شويه لين تذوب الطماطم. ملي تذوب الطماطم غنروي عليها، غنضيف جوج كيسان ديال الماء ونسد عليها، نخليها 15 دقيقه حتى 20 دقيقه. كيف ما قلت لكم، بعد إضافة جوج كيسان ديال الماء غادي نسد عليه إن شاء الله، ونخليه 20 دقيقة ونرجع ليه. غنكون مرقدة، غسلت الرز أول شيء، غسلته مزيان، وغادي نرقده واحد نص ساعة، ونضيف عليه الملحة والزيت باش ما يلصقش ليا. ممكن تضيف الهيل، ممكن تضيف القرفة، أنا درت الموجود قبلوا عليا. غنجهز من بعد، غنجهز البصله سلايس، وغادي ندير لها الطحين الدقيق باش تقرمش، ونبدا نقلي فيها للتزيين. هاد البصله للتزيين، تيديروها وتتعطي واحد النكهه زوينه في البرياني. شاهدوا الفيديو حتى الاخر. خليت الزيت حامي مزيان، ملي حميتو عاد باش درت البصله باش دغيا تحمر وما تحرقش ليا.
بعد نص ساعة في رقة الرز صافي غنطبخو دابا في الطباخة الكهربائية، وغادا نحيد البصل من الزيت، هيكون تحمر صافي، راه تحمر ولا زوين مقرمش، تيجي زوين. بعد ما طاب الرز غادا نديرو الطبقات، غندير طبقة رز وطبقة ديال الصلصة ديال المرق ديال الدجاج، طبقة رز طبقة مرق الدجاج صافي، ونخليه واحد 2 دقائق 3 دقائق ونحطه ان شاء الله. نديرو تزيين البصل شوية الكزبرة ناعمة، وان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. البنات ها هو بعد اخر طبقه، غادا نسد عليه ونخليه واحد 3 دقائق وغادا نرجع ليه. البنات ها هو الطبق النهائي، ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى تبارطاجيو بهذا الفيديو وينال الاعجاب ديالكم. موعدنا الوصفة الثانية إن شاء الله. مع السلامة.